مركز استماع لضحايا العنف الأسري، حلم تحقق أخيراً في الكويت نتاج اجتماعات وجهود وزارة الشؤون لتخصيص مركز رئيسي في منطقة شرق الأحمدي، هدفه الحد من ظاهرة العنف واستقبال الحالات المعنفة. الحمد لله استطعنا أن نفتحه كما وعدنا. هذا سيستقبل كل النساء المعنفات وأطفالهم وأمل أو الفتيات. راح يكون هناك خط صاخن للاستماع إلى شكواهم، نعطيهم كل البعد والمشورة القانونية النفسية الاجتماعية. راح يكون بشراكة مجتمعية مع القطاع المدني والمجتمعي. سنسعى جاهدين أن تكون جميع الجهات المعنية سواء كان وزارة الداخلية وزارة الصحة متواجدين هنا. وعلى قدم وساق تعمل وزارة الشؤون على تنظيم دورات تدريبية لموظفي المركز لزيادة خبرتهم الإرشادية في هذا المجال بالتعاون مع جمعيات النفع العام والفرق التطوعية. سوف نبتدأ في الدورات التدريبية مع مجموعة من الخوات يعني صاحبات الشهادات اللي هي النفسية والاجتماعية، وهناك فريق مسؤول عن التدريب. فعندنا قاعات مثل ما شفتوها، قاعات راح تكون قاعات تدريبية لجميع المستويات اللي راح تعمل في هذا بما فيهم البدالة. المجلس الأعلى لشؤون الأسرة من ضمن عمله، بالإضافة لفريق الإعداد لمراكز الاستماع والإيواء، عندنا فريق مخصص للمرصد الاجتماعي. في راح يكون عندنا يوفر إحصائيات في ما هي حجم المشكلة، هل المشكلة ظهرت وصلت إلى مرحلة الظاهرة. ديسمبر المقبل سيشهد افتتاح مركز للإيواء الأول من نوعه في الكويت، ليساند مركز الاستماع باستقبال الحالات المعنفة وحل المشاكل النفسية والاجتماعية. زهراء الكاظمي، لتلفزيون المجلس.